طبعا الحمد لله احنا بنبارك الف مبروك لاهل الصعيد، الف مبروك لاهل الاقصر، ان شاء الله تبقى بدايه زي ما كابتن خطيب قال، زي ما سياده الوزير اشرف صبحي قال، الف مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله باذن الله عقبال فرع التجمع الخامس عشان خاطر الاهلي يكون حقق جزء من احلام وطموحات جماهيره، جزء من احلام وطموحات جمعيته العموميه. الحمد لله يمكن زي ما قلنا قبل كده كابتن خطيب ببرنامجه الانتخابي من اول يوم 1/1/2018 لغايه وقتنا هذا احنا بنسابق الزمن، بنسابق الزمن عشان خاطر اعضائنا، بنسابق الزمن عشان خاطر جماهيرنا، بنسابق الزمن عشان خاطر بلدنا. يمكن احنا قلناها قبل كده، فرصه مؤسسات دوله قويه، فرصه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني وبيتحرك زي ما سياده الوزير قال، زي ما كابتن الخطيب قال، فرصه اللي مش هيستغل هذه الفرصه في وجود رئيس دوله قوي مش هيبقى عنده فرصه تاني يستثمر، مش هيبقى عنده فرصه تاني يبقى مواكب التنميه اللي بتحصل. النادي الاهلي دايما سباق، يمكن هنقول برضو تاني، اول مؤسسه فكرت بره الصندوق، اسم النادي الاهلي كبير اما بيستغل في اي مكان بيعمل حركه كويسه الحمد لله. يمكن النهارده وجود اسم النادي الاهلي في جنوب الصعيد ده دور النادي الاهلي الوطني كمؤسسه رياضيه وطنيه دايما بتشتغل في ظهر مؤسساتها، في ظهر الدوله المصريه بمنتهى القوه.